بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم تقبل منا قراءتنا للقرآن في هذه الليلة من ليالي رمضان، وأوصل ثوابها إلى روح والدنا الشيخ زايد بن سلطان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وارض عنه. اللهم ادخل عليه الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور. اللهم اجعل كتابه في عليين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في أهله إلى يوم الدين. اللهم اكرمه بالروح والريحان، عمه بالخير والرضوان، وأنزل على قبره واسع رحماتك وعظيم بركاتك وجميل لطفك وإحسانك. اللهم أحسن إليه كما أحسن إلى أهله وشعبه والمسلمين والناس أجمعين، إحسانا يليق بعظيم فضلك يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى جناتك بجوار حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، وعلى سائر البلاد يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نصل إلى الختام، وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.